واتكلموا بشكل واضح على التثبيت وعلى الوضع الخاص بالدولة المصرية وعلى الاقتصاد في مصر. ده مش بتاعنا احنا على الاطلاق بالمناسبة خالص، ولا حد بيتكلم ولا حد يقدر. المؤسسات الدولية اللي بتقول كده رغم الازمات هم اللي عاملين ده. طيب هل ده يستحق حضرتك تشوفه بطريقة ايجابية؟ نعم تراه بطريقة ايجابية، لانه ده اللي بيتكلموا عنه المؤسسة الدولية وليست المؤسسات المصرية. تاني بقول المؤسسات المصرية نعم. طيب خلينا نروح للدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. اولا دكتور مصطفى مساء الخير. مساء الخير يا استاذ احمد، ازي حضرتك يا فندم؟ ماذا عن قراءة حضرتك لمؤسسات دولية وكالات دولية تتحدث عن الاقتصاد في مصر؟ شفت التقارير ازاي التي صدرت على مدار اليومين اللي فاتوا؟ طب اسمح لي اولا يعني من خلال منبر حضرتك ومن خلال حضرتك بهني اخواتنا في الشرطة واقول لهم كل سنة وانتم طيبين، عيدكم مضيء وان شاء الله يا رب البلد في امان معاكم وبيكم وليكم. وتحية لارواح شهدائنا العظماء، زي ما في 73 سجلت الشرطة في 2011 تضحياتهم، فان شاء الله ربنا يعوضهم بيهم كل خير. وخليني اقول لحضرتك ربنا بيكرمنا فعلا ان مع المجهود والقدرات الاقتصادية اللي بالدولة بتقوم بيها، المؤسسات العالمية ابتدت تعيد صياغة التقارير مرة تانية عن مراجعة الوضع الاقتصادي المصري. مؤسسة ستاندرد اند بور بتراجع مراجعة تانية بعد حصول مصر على موافقة قرض صندوق النقد الدولي، وابتدت ترصد عدد من الامور وبتقول ان الاتجاه مصري فيها ده بيؤدي الى زيادة الوضع الاقتصادي في تحسن. وقالت كده، ده التقرير يا فندم حضرتك الناس تقدر تشوفه، ده موجود على كل المواقع الأجنبية وليس المصرية فقط. رغم ان مصر طبعا يشرفنا ان احنا بنكون بيها. اولا ان في تنسيق ما بين الجهاز المصرفي والحكومة، يعني ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية. وقال بالبنط العريض ان تداعيات الظروف العالمية سواء جائحة كورونا أو ما بيسمى بسلاسل الإمداد وما خلفت منها الحرب الروسية الأوكرانية هي اللي أثرت على الوضع الاقتصادي المصري باحتياجه للتنسيق مع صندوق النقد الدولي للمرة الثانية. ثلاثة، قالت إن في العجز الكلي بتاع الموازنة ابتدى يتراجع من 6.8 ل 6.1، خلينا نقربها يعني من 7 ابتدى ينزل ل 6. يبقى العجز الكلي ده ابتدى يقل في السنة الماضية اللي هي سنة 2022. وان الفائض الاولي برضو في تحسن في العام المالي رغم الظروف الاقتصادية اللي احنا كلنا شايفينها. والفائض المالي ده فندم بالنسبة لي شيء مهم. يعني رغم التداعيات والتخوف الاوضاع الاقتصادية، الموازنة لسه بتعمل فائض مالي. يعني الحكومة كده بمنتهى البساطة لسه بتعرف تدبر فوائد مالية تعرف تضيفها للموازنة العامة للدولة. كويس. الأمر الثالث كمان وفي غاية الأهمية، بتشهد لنا المؤسسة إن مصر بتحرص على برنامج الحماية الاجتماعية اللي هو الدعم بمنتهى البساطة كده. وده شيء في غاية الأهمية. يعني إن هم العالم من الخارج شايف إن مصر بتقدم برنامج للحماية الاجتماعية أو للدعم للمواطنين وللأسر الفقيرة بيناسب قدرات الدولة المصرية. أخيرا وطبعا ده اللي في غاية الأهمية، إن رغم الظروف والتحديات والكلام اللي قالته ده كله، قالت مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة، يعني مصانع وشركات بتقدر ب9.1 مليار، ده اللي هو العام السابق يا فندم، عن العام 21 بالضبط مليار دولار. عام 21 كنا جبنا 5.2 مليار دولار. كويس. ده كله يا فندم النهارده لحضرتك بصيت في السياق العام، دي شهاده من المؤسسات الخارجيه بتبص لنا بمنظور اخر. الشهاده دي بيبقى استحسان للتعامل مع المؤسسات الاجنبيه وايضا مع المستثمرين والصناديق. واكيد حضرتك تعلم جيدا ان كان فخامه الرئيس في الهند، ومع الاستقبال الاسطوري ده شاف الناس هناك في الهند ان هم ممكن يخشوا يضخوا استثمارات في مصر، لان مصر مقبلة على تحسن قدرات في البنية التحتية مش موجودة في العديد من الدول الشبيهة والمقربة بيه. طيب دكتور مصطفى،
بيبنوا مؤشراتهم بناء على ايه؟ يعني ممكن معلش تشرح للسادة المشاهدين، اي مؤسسة النهاردة بتعمل اجراء او تتكلم على دولة وبناء عليه بيحددوا هذه المؤشرات؟ سؤال في غاية الاهمية يا فندم. المؤسسة دي يا فندم عبارة عن رجل حيادي، مؤسسة حيادية، فبتعمل بتجيب القدرة بنسميها احنا الملاءة المالية. الملاءة المالية دي عبارة عن القدرات اللي الدولة بتحصلها في سداد القروض.